يخرج الجبل قطره في جرقه لحقوق القوات ذكرى يوم اعلان عالمي لحقوق الانسان في جو من الحيران الشعبي والاجتماعي الذي ساده عمر المناطق العربيه وكذا المحليه. وهكذا فقد تجاوزت عمور رمايات الشعبيه المغربيه معنا الحراك الشبابي والاجتماعي الذي اعاده بالسياسه واعاد الشباب الى المعطيات السياسي الا انه اول من كسب وجهه هذا الحراك هي احداث الهزيمه وهويات الشهداء الخاسر. فالدور تبرر الى الروح بحقوق المواطن سجلنا اول انتكاسه لحقوق الانسان وفي اولى ايام الربيع المظهر. ففوجئنا في يوم 21 فبراير باختيار 5 من نصفاء هذا الحراك الاجتماعي. الخطاب الرسمي للسياسيين قال بان هذه الاعمال هي اعمال سهران وان التحرير هذا بان هذه الجثث لم تتعرض لاي تعديل او اي جهاز الا انها تاخذ جبل الخرطوم الى الرحيق وحقوق وجد بان ومن خلال شهادات العلم ان سياره الاسعاف حضرت الى عينيك المكان الساعه الثامنه وحملت هي واحده. وبعد ذلك وفي تمام ساعة الرابعة وبعد سماع جوي انفجار قوي ثالث عادت مجموعة سيارة الإسعاف لنجريا وجدنا أربعة جثث محترقة. لهذا فإننا نجيب الخطاب الرسمي ونطالب بتحقيق نزيه وجثث. وقتل الاحرار في بلاد بعد عشر